يوسف 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 يا خو. أمامنا الأيام القادمة إن شاء الله اختتامية يوم 5/5 تحياتي لحق الجزائر والكفاح والشهداء لا نحن ولا غيرنا أن الاستعمار في الجزائر يختلف تماما عن كل استعمارات الأخرى وتعويضه بشعب أوروبا ومسيح عدد السكان الجزائريين 900,000 انقسم كنا 3 ملايين 40 سنة بعد ملايين شهيد وهذا يبين الإبادة بتاع الشعب الجزائري وحقيقة لما نرجع للتاريخ في سنة 1970 خلف الإبادة حاولوا كيفاش يخلفوا شيء في سنة 1950 داروا إحصائيات أخرى